سنة 1768 قامت حرب استمرت 6 سنين بين تركيا وروسيا، أو علشان نكون أكثر دقة بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا. قبل الحرب كان البحر الأسود عبارة عن مجرد بحيرة عثمانية، وكان كل اللي حواليه ضمن الأراضي العثمانية واللي من بينها شبه جزيرة القرم، لدرجة إن ما كانش حد يقدر يدخل أو يخرج من البحر الأسود إلا بإذن الإمبراطورية العثمانية. حتى التجار علشان ينقلوا بضاعتهم كان لازم ينقلوها على سفن رفع علم الإمبراطورية العثمانية. لكن بعد الحرب انتصرت روسيا والحال اتبدل تماما. البلدين وقعوا معاهدة اسمها كيتشوك كاينارجي، ودي غالبا كانت أسوأ معاهدة في تاريخ الدولة العثمانية، لأنها كانت بداية النهاية. بسبب المعاهدة دي روسيا استولت على جزيرة القرم وامتلكت حرية الحركة في البحر الأسود والعبور من المضايق التركية زي مضيق الدردنيل والبوسفور. لكن الأخطر من كده إن المعاهدة منحت روسيا حق رعاية السكان الأرثوذكس اللي عايشين في الإمبراطورية العثمانية، وخطورة البند ده إنه منح روسيا فرصة التدخل في شؤون الدولة العثمانية بالكامل. ده غير إن روسيا ألزمت الدولة العثمانية بدفع تعويضات عن خسائر روسيا في الحرب، والتعويضات دي كانت بقيمة 15,000 كيس ذهب، ودي كانت أول مرة الدولة العثمانية تدفع فيها غرامات حرب في التاريخ. ليك بقى فاكر الحكاية دي علشان هنرجع لها كمان شوية. من فترة بسيطة وبعد توتر الأوضاع في ليبيا بين مصر وتركيا، ظهر الرئيس السيسي وحدد خط أحمر اللي هو سرت الجفرة، وقال محدش يعدي. لكن تركيا رفضت كلامه، لدرجة إن وزير الدفاع التركي وصل مع رجالته ليبيا وركبوا منظومة دفاع جوي استعدادا لدخول سرت الجفرة. وزير الدفاع التركي أشرف على تركيب منظومة الدفاع الجوي واطمن إنها اشتغلت. لكن مفيش ساعتين هو خرج من هنا والقاعدة تساود بالأرض من هنا، ولحد دلوقتي محدش عارف مين بالظبط اللي ضربها، لكن خلينا نقول إنه سلاح الجو الليبي زي ما وسائل الإعلام نشرت. بعدها وكنوع من رد الفعل، تركيا أعلنت إنها هتنفذ مناورات عسكرية بحرية قدام السواحل الليبية، فقامت مصر نفذت مناورات بحرية اسمها حسم 2020. الموضوع انتهى لحد هنا؟ أبدا. من كام شهر تركيا اشتركت في مناورات بحرية جديدة اسمها سي بريز أو نسيم البحر. المناورات كانت في البحر الأسود بالقرب من السواحل الروسية، ونفذتها 8 دول هم أمريكا وتركيا وأسبانيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا والنرويج وجورجيا. الموضوع يعدي على خير؟ للأسف ما عداش، لأن روسيا أعلنت تنفيذ مناورات في نفس المكان وطلبت مين يشاركها في المناورات دي؟ القوات البحرية المصرية. حد هنا يقول عادي يعني يا أبو حميد، مناورة عادية وكلها كام يوم وتخلص. أقولك لا، مش عادية لسبب مهم، إن دي أول مرة مصر تنفذ فيها مناورات بحرية في البحر الأسود بالقرب من السواحل التركية، خصوصا في ظل توتر العلاقات العسكرية والسياسية اللي ما بينهم. ده غير إنها بتنفذها مع روسيا اللي بتحارب تركيا أصلا في سوريا وليبيا. الأخطر من ده بالنسبة لتركيا هي الرسالة اللي ورا المناورات، وهي إنك كنت عندي امبارح في البحر المتوسط، فأنا اللي جيت لك النهاردة البحر الأسود. فكان رد تركيا إنها نقلت منظومة الدفاع الروسي S-400 على ساحل البحر الأسود اللي هتتنفذ فيه المناورات المصرية الروسية. وبعيدا عن إنها خطوة ملهاش قيمة عسكريا، خصوصا وإن المنظومة روسية بالأساس، إضافة إلى إن الطقم التركي اللي بيشغل المنظومة لسه بيخضع لتدريب الضباط الروس على تشغيل منظومة الصواريخ دي، إلا إن الخطورة هنا بتتحملها تركيا بالكامل، خصوصا لما تقارن فرق القوى العسكرية بين البحرية المصرية والتركية. البحرية المصرية هي 7 أقوى بحرية في العالم، في حين إن البحرية التركية رقم 20، يعني مفيش وجه مقارنة. إيه اللي بيحصل في البحر الأسود؟ وليه مصر اختارت التوقيت ده تحديدا علشان تنفذ المناورات؟ وهل الموضوع له علاقة بصفقات السلاح اللي ما بين مصر وروسيا زي سخوي 35؟ وهل في صفقات جديدة هتتم بين مصر وروسيا خلال فترة المناورات؟ وإيه موقف تركيا من كل ده؟ أنا أحمد سعيد، وده اللي هنعرفه النهاردة في حلقة جديدة من المواطن سعيد. من كام يوم كلنا شفنا قطع بحرية عسكرية مصرية بتمر من المياه التركية، وناس كتير فرحت بفكرة إجبار تركيا على السماح للبحرية المصرية بالعبور من مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور. لكن الحقيقة إنه مفيش إجبار ولا حاجة. المضايق دي ممرات دولية، وأي حد يقدر يعدي منها بدون ما تركيا تعترض، إلا في حالات معينة زي مثلا إن القطع البحرية دي تنفذ عمليات عسكرية داخل المضايق نفسها. طيب هل ده معناه إنك كمصري ما تفرحش باللي حصل؟ الإجابة طبعا من حقك تفرح، لكن السؤال تفرح بإيه؟ الفرحة الأكبر هي إن قواتك البحرية 7 أقوى بحرية على مستوى العالم. تفرح بإنك بتنفذ مناورات عسكرية مع واحد من أقوى أساطيل العالم اللي هو الأسطول الروسي في منطقة استراتيجية زي البحر الأسود، اللي أمريكا نفسها لسه منفذة فيها مناورات عسكرية مشابهة مع 7 دول غيرها. تفرح إنك من الكبار سواء في البحر أو البر أو الجو. تفرح إنك أقوى 9 جيش على كوكب الأرض. لكن تفرح إنك عديت من ممر مائي دولي؟
الموضوع بسيط ومش محتاج كل الضجة اللي حصلت، وإلا ممكن تلاقي حد بكرة فرحان إنه عدى من قناة السويس ويقول لك إحنا عدينا غصب عن الدولة المصرية. وطبعا ما فيش حاجة اسمها كده، قناة السويس ممر دولي ويقدر أي حد يعبر منه ما دام احترم القواعد الخاصة بقوانين الممرات الدولية وهكذا. طيب يظل السؤال، مصر بتعمل إيه في البحر الأسود؟ مصر الأول مرة بتشارك في مناورات عسكرية داخل البحر الأسود اللي بيربط دول مهمة زي روسيا وتركيا ودول تانية في حلف الناتو زي رومانيا وبلغاريا. حد هنا يقول طيب ما مصر شاركت في مناورات بحرية مع روسيا قبل كده في 2015، وبالتالي المناورات دي مش مهمة لأنها تنفذت أصلا قبل كده. أقول لك صحيح مصر شاركت روسيا في مناورات بحرية، لكن كانت في البحر المتوسط، يعني عندك أنت بالقرب من سواحلك، باختصار بتلعب على أرضك. لكن إنك وروسيا تروحوا تنفذوا مناورات عسكرية على سواحل دول حلف الناتو اللي من بينهم تركيا، يبقى هنا الموضوع مش عادي. طيب ليه مش عادي؟ لعدة أسباب. أولا أمريكا ومجموعة من دول حلف الناتو لسه مخلصين مناورات عسكرية في القطب الشمالي على الحدود الروسية، ودي مناورات حساسة جدا لدرجة إن روسيا حركت بسببها ترسانتها النووية على طول خط المواجهة مع القوات الأمريكية وحلف الناتو المتمركزين شمال النرويج، وتقدر تراجع حلقة معركة القطب الشمالي لو حابب تعرف القصة بالتفصيل. ثانيا أمريكا بمشاركة 7 دول لسه منفذين مناورات بحرية في البحر الأسود من كام شهر، يعني أنت وروسيا بتقولوا لأمريكا وال7 دول اللي من بينهم تركيا إن اللي أنتوا عملتوه في البحر الأسود مخوفناش وإحنا كمان نقدر نعمله. ثالثا المناورات بالقرب من السواحل التركية اللي هي بتواجه روسيا عسكريا في ليبيا وسوريا، ده غير إن في توتر عسكري بينها وبين مصر. كل ده يفسر لنا ليه تركيا مش بس حركت منظومة الدفاع الجوي S-400 لسواحل البحر الأسود، دي كمان استخدمتها وضربت لها كام صاروخ في السماء كنوع من إثبات الوجود والاستعداد للاشتباك. باختصار تركيا بتقول لمصر وروسيا أنا هنا وجاهزة لضرب النار. طيب حد هنا يسأل ليه روسيا اختارت مصر تحديدا علشان تنفذ معاها المناورات العسكرية؟ علشان شوية أسباب، أهمها إن بعد العزلة الدولية اللي فرضتها أمريكا على روسيا، فالإدارة الروسية بقت محتاجة لحليف قوي في منطقة الشرق الأوسط، وبدون مبالغة مفيش أقوى من مصر سواء على المستوى العسكري أو السياسي. على المستوى العسكري فمصر أقوى 9 جيش في العالم، وقواتها البحرية أقوى 7 بحرية في العالم. أما على المستوى السياسي فمصر البلد الوحيد اللي قدر يفضل واقف على رجله بعد ثورات الربيع العربي، البلد الوحيد اللي برغم كل الأحداث اللي مر بيها سواء سياسيا أو أمنيا إلا إن إدارته السياسية كانت الوحيدة مع إدارة المملكة العربية السعودية اللي تصدوا للإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي أوباما. فمثلا وفقا لتسريبات هيلاري كلينتون اللي سربتها الخارجية الأمريكية، فالمشير طنطاوي وخلال تولي رئاسة المجلس العسكري وبرغم إن مصر حرفيا كانت على وشك الانهيار، إلا إنه رفض محاولة هيلاري كلينتون وقتها بالتدخل في الشأن المصري، وقال لها نصا ان مصر لا تقبل اي تدخل خارجي في شؤونها الداخليه. وكذلك الامير سعود الفيصل وزير الخارجيه السعودي اللي لما حاولت هيلاري كلينتون تمنعه من حمايه الاستقرار في دوله البحرين قفل التليفون في وشها. وبرده على المستوى العسكري فمصر ورغم مرحله اعاده البناء اللي بتمر بيها الا انها قدرت تواجه الاطماع التركيه في ليبيا وترسم خط احمر محدش قدر يتجاوزه، حتى تركيا لما حاولت تتجاوزه انضربت لها منظومه صواريخ، ولما حاولت تتعدى على حقوق مصر في البحر المتوسط من الغاز خرجت لها البحرية المصرية. وبرضه في السعودية لما حاولت هيلاري كلينتون تتدخل لمنع نقل قوات سعودية للبحرين لحماية الاستقرار هناك وقت ثورات الربيع العربي، رد عليها وزير الخارجية بأن القوات اتحركت فعليا ووصلت للكوبري الرابط بين البلدين ومستمرة في طريقها. وهنا بيتضح لحضرتك قوة البلدين على المستويين السياسي والعسكري. فمكسب لروسيا انها تنفذ مناورات عسكرية مع مصر، خصوصا وانها البلد اللي هددت تركيا ونفذت تهديدها، تركيا اللي روسيا اصلا مشتبكة معها فعليا في سوريا وليبيا. اضافة الى ان المناورات مش تفضل من البحرية الروسية على البحرية المصرية، بالعكس روسيا بتنفذ مناورات مع 7 أقوى بحرية في العالم، وبالتالي قواتها تستفيد من القوات المصرية زي ما القوات المصرية هتستفيد من القوات الروسية. حد يقول يعني روسيا بس هي اللي هتستفيد؟ اقول لك طبعا لا، استفادة مصر برضو كبيرة. مصر مستفيدة سياسيا من تنفيذ مناورات على السواحل التركية لأنها رسالة واضحة لحكومة تركيا بأن مصر مش بس قادرة تواجهك في البحر المتوسط، دي كمان قادرة توصل لحد عندك. ومستفيدة عسكريا بفحص الترسانة العسكرية الروسية الجديدة، علما بأن روسيا بتحاول تستحوذ دلوقتي على سوق السلاح الأمريكي، وفعليا بتمثل منافس قوي سواء في مجال المقاتلات الجوية اللي مصر تعاقدت منها على سخوي 35، أو منظومات الدفاع الجوي اللي تركيا اشترت منها S-400، وبالتالي هتكون فرصة كويسة للخبراء العسكريين المصريين انهم يعقدوا صفقات سلاح جديدة، ومحتمل جدا طيارين مصريين يختبر مقاتلات جديدة بجانب السخوي 35. حد هنا يسأل سؤال مهم، هي مشاركة مصر في مناورات عسكرية مع روسيا داخل منطقة نفوذ حلف الناتو، ده غير انها اشترت منها صفقة مقاتلات جوية اللي هي السخوي 35، كل ده ما يأثرش على علاقتها بامريكا؟ الاجابة اكيد طبعا كل ده يضايق امريكا، لكن واضح من تسريبات هيلاري كلينتون ان مصر والسعودية وتركيا ما بيسمحوش للإدارة الامريكية بالتدخل في صناعة قرار
قرارهم الداخلي زي ما اغلبنا كان متصور، وده لعدة اسباب. اولا مصر، وزي ما تسريبات هيلاري كلينتون اكدت، واجهت محاولة اسقاط الدولة المصرية رغم فشل دول كتير مهمة وكبيرة زي العراق وليبيا وسوريا في مواجهة نفس السيناريو. ده غير ان مصر تصدت بشكل مكشوف لمحاولات هيلاري كلينتون التدخل في صناعة القرار المصري زي ما ذكرنا قصتها مع المشير طنطاوي، وكذلك وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل لما قفل التليفون في وشها. كذلك مؤخرا ورغم رفض الادارة الامريكية برئاسة ترامب التعاقد على صفقة السخوي 35، الا ان مصر تعاقدت فعليا عليها وبدأت تنوع مصادر تسليحها من الصين وروسيا وفرنسا بعيدا عن امريكا. نفس الحال في تركيا لما رفضت التدخل الامريكي في قرار تسليحها واشترت منظومة صواريخ S-400 رغم تهديدها بالعقوبات، وفعليا خسرت صفقة المقاتلات الجوية F-35، لكن برضو صممت على اللي في دماغها ورفضت تدخل امريكا في شؤونها العسكرية. وهنا بيتضح لك ان مش كل الملفات ينفع تتحل داخل الغرف الدبلوماسية، لكن في اوقات بتضطر تقول لا لاقوى دولة في العالم، لكن الاهم من انك تقول لا انك تكون قد رد فعل اللي بتقوله لا. وهنا نرجع لحرب روسيا مع الامبراطورية العثمانية اللي حكيناها في بداية الحلقة. ما دامت الحرب كانت بينهم، ايه اللي دخل امريكا وحلف النيتو في الموضوع؟ وازاي بعد ما المنطقة كلها كانت جزء من الاراضي العثمانية اتقسمت لدول وانضمت لحلف النيتو اللي بيعادي روسيا، لدرجة ان روسيا نفسها اللي هزمت الدولة العثمانية فقدت هي كمان السيطرة على البحر الاسود؟ هقولك، رغم توقيع معاهدة كيتشوك كاينارجي بين الطرفين، الا ان الدنيا مهديتش بينهم. العثمانيين بيحاولوا يستعيدوا اللي خسروه، وروسيا بتحاول تستحوذ على سيطرة اكبر، خصوصا في الممرات المائية زي الدردنيل والبوسفور اللي بالنسبة لها الطريق الوحيد البحر المتوسط. وفعلا سنة 1853 قامت الحرب بينهم على جزيرة القرم، واستمرت الحرب 3 سنين، لكن محدش فيهم قدر يهزم التاني. تمر الأيام ويشتركوا الاتنين في الحرب العالمية الأولى، وحرفيا البلدين روسيا والدولة العثمانية ينهاروا. وفي 1923 تتفرض معاهدة لوزان على الدول العثمانية اللي حولتها لدولة تركيا الصغيرة اللي شايفينها النهاردة. وبعد كده جت اتفاقية مونرو اللي حددت أسس التعامل مع المضايق البحرية التركية، وتم الاتفاق على ان دول البحر الاسود واللي ما فيش بينها وبين تركيا حروب من حقها تستخدم المضايق البحرية، اما الدول اللي خارج البحر الاسود زي مصر مثلا فمن حقها برضو المرور من المضايق البحرية التركية لكن بشروط وقوانين، واللي من بينها زي ما قرنا عدم تنفيذ مهام عسكرية داخل المضايق. لكن برضو الموضوع ما عجبش روسيا، صحيح من حقها تعبر المضايق التركية لكن تظل المضايق تركية. روسيا من الاخر عايزة تسيطر عليها بدل تركيا، وهنا روسيا طلبت بشكل رسمي من تركيا مشاركتها في السيطرة على المضايق، لكن تركيا طبعا رفضت وطلبت مساعدة امريكا، والموضوع ده تعرف وقتها باسم ازمة المضايق التركية. امريكا ما كدبتش خبر وبعتت قوات بحرية للبحر الاسود، وبمجرد ما روسيا او الاتحاد السوفيتي وقتها عرف ان امريكا دخلت على الخط انسحب، والأزمة دي كانت بداية انضمام تركيا واليونان لحلف الناتو. بعدها وسنة 1954 رئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف تنازل عن جزيرة القرم لأوكرانيا، لكن فضلت القواعد العسكرية الروسية موجودة في مدينة سيفاستوبول عاصمة القرم زي ما هي، خصوصا وان مدينة سيفاستوبول كانت المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي. لكن بعد كده وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي استقلت جزيرة القرم بحكم ذاتي تحت السيادة الأوكرانية. وفي الوقت اللي انهار فيه الاتحاد السوفيتي حلف الناتو بدأ يضم في الدول المطلة على البحر الاسود علشان يسيطر عليه تماما ويقيد حركة روسيا، وفعليا حلف الناتو بيضم حاليا تركيا ورومانيا وبلغاريا. وهنا بتلاقي ان البحر الاسود اللي كان بحيرة عثمانية زمان اتنقلت عليه السيطرة لروسيا وبعدها لحلف الناتو. في 2006 روسيا حست ان دول حلف الناتو وعلى رأسهم امريكا سيطروا على الممر المائي اللي بيربطها بالبحر المتوسط اللي هو البحر الاسود، فبدأت تضغط على اوكرانيا ودول اوروبا بوقف تصدير الغاز او انها تزود سعره، واوروبا ممكن تتحمل اي حاجة الا الغاز والبترول. وفي 2008 فوجئت روسيا بان جورجيا بتحاول تغزو اوسيتيا الجنوبية، واوسيتيا دي عشان تبقى عارف مكان داخل جورجيا لكنه منقسم لجزئين، اوسيتيا الشمالية والجنوبية. الشمالية بتخضع للسيادة الروسية والجنوبية بتخضع للسيادة الجورجية، لكن حتى سكان اوسيتيا الجنوبية عاوزين هم كمان ينضموا للسيادة الروسية، فجورجيا اتضايقت وتحركت عسكريا علشان تسيطر على اوسيتيا الجنوبية اللي هي اصلا في حدودها في ارضها بتخضع لسيطرتها. روسيا سمعت ان اوسيتيا الجنوبية بتنضرب حركت جيشها وفضلت تضرب في جورجيا بالطيران والمدفعية والمدمرات البحرية لحد ما جورجيا صرخت حرفيا وطلبت المجتمع الدولي بحمايتها من روسيا، وقالت نصا ان وجودها بيتهدد، روسيا اتغابت عليها لحد ما جورجيا انسحبت والمجتمع الدولي تدخل والموضوع انتهى. نرجع لموضوعنا، روسيا استغلت موضوع جورجيا ده وغزت جزيرة القرم في 2014 بعد ما نيكيتا خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي كان نزل عنها لأوكرانيا زي ما قلنا، وبعد ما كانت أصلا جزء من الأراضي العثمانية
لكن سبحان مغير الأحوال. ومن يومها وروسيا في جزيرة القرم وحولتها المنشأة عسكرية على البحر الأسود علشان تأمن ممر مائي يربطها بالبحر المتوسط، خصوصا وإن عندها قاعدة بحرية في سوريا اللي هي قاعدة طرطوس، يعني عندها مصالح ما ينفعش تعطل أو تتهدد بسبب إن أمريكا وحلف الناتو عايزين يحبسوها. لدرجة إن أوروبا لما انتقدت غزو روسيا لجزيرة القرم كان الرد الروسي سريع بإنها مش هتتردد في مواجهة أي تهديد عسكري بالصواريخ النووية. وده يرجعنا للنقطة الأهم، البحر الأسود بالنسبة لروسيا حياة أو موت، وكذلك المضايق التركية لأنها الممر المائي الوحيد اللي بيربطها بالبحر المتوسط. وبالتالي سعي روسيا لتكوين تحالفات عسكرية وسياسية بدول حوض البحر المتوسط مش مجرد توطيد للعلاقات الدبلوماسية، لكن أمن قومي في المقام الأول. وبجانب مصر، روسيا كمان قدرت توقع اتفاقية مع قبرص سنة 2015 بتسمح فيها باستخدام السفن الحربية الروسية للمواني القبرصية. حد هنا يقولوا أوروبا سكتت؟ الإجابة طبعا لا، أوروبا اتجننت، خصوصا وإنها بتقدم مساعدات لقبرص علشان تتعافى من أزمتها الاقتصادية. فأنت منين بتاخدي مني مساعدات ورايحة تفتحي موانيك للسفن الحربية الروسية؟ أمال إحنا عاملين حلف الناتو ليه؟ فما كان من قبرص إلا إنها قالت لأوروبا إن السفن الحربية الروسية اللي بتدخل المواني القبرصية ضمن قوات مكافحة الإرهاب، بس كده والموضوع خلص. طيب حد هنا يسأل سؤال فضولي، ليه قبرص متمسكة بروسيا؟ لأن روسيا بتساعد قبرص ماديا، فمثلا روسيا كانت خصصت قرض بقيمة 2.5 مليار يورو لدعم استقرار الاقتصاد القبرصي وإعادة هيكلة قروض قبرص لروسيا بحيث إن هي تسددها براحتها يعني. ده غير إن حجم الاستثمارات الروسية في قبرص 33 مليار دولار، فقبرص هتفرط في كل ده ليه؟ وبرضه روسيا مش بتقدم كل ده لقبرص علشان سواد عينيها، لكن علشان تكسب حلفاء أكتر في منطقة البحر المتوسط. وبالتالي بيتضح لك ان مناورات البحر الاسود اللي ما بين مصر وروسيا مش مجرد تعاون عسكري روتيني، بالعكس دي ليلة كبيرة جدا، لكن اهم حاجة فيها اننا كبار زيهم. لو استفدت من الحلقة ادعمنا في نشرها، ولو ما استفدتش بنعتذر لك على وقتك، وبإذن الله نحاول نضاعف من جهدنا الحلقات الجاية. لو عندك اي سؤال او اقتراح سيبه لنا في التعليقات، ودلوقتي اسيبكم مع افضل تعليق على الحلقة اللي فاتت. To win, first you have to know your side you run. The world is run on secrets.